ياسر. ايه يا حبيبتي في ايه؟ ام ياسر. ايه؟ السيجارة دي عاملة كده ليه؟ ما تفضحيناش الشبيهة وانت ساكتة وحاولي تداريها. اهو دي؟ داريها. لا داريها؟ افضحينا. انت عارفة؟ ايوه. سلامات اللي عاملة هيلمانة دي كان اسم يا ملاية. انت فين؟ ام ياسر. ام ياسر. عايزة ايه؟ انت رحت فين ليه؟ انت رحت فين يا وليه؟ قطعتي لي الخلف. انت عارفه اللي عامله هيلمانه دي؟ كان اسمها سلامات مشاوير، كانت حته صبايه عندي بلقمتها، فضلت تتدحلب لحد ما شربت الصنعه، ولما بعد كده قاويت حربتني وقطعت عليا وسرقت مني الزباين. اعمل فيها ايه دي قطاطه؟ يا وليه ما تثبتي يا وليه، خليني اعرف اكلمك. لا وليني يا ام ياسر. يا لهوي انت فين؟ انت الارض بتلف ولا ايه؟ لا دي السيجاره عملت شغل. دي السيجاره دي اجنبيه؟ لا ايه؟ دي سيجاره محشيه يا عينيا. محشيه؟ اه. ومين يا اختي عنده خلق يجيب السيجاره ويقعد يعور فيها ويحط الرز معاها؟ يا ولية سيجاره محشيه حشيش. عزيز؟ وطي صوتك ما تفضحيناش. سيجارة مكسية عزيز؟ تدعي معي أم ياسر عرض أنت تعرضي الحكاية دي فيا. تشربي لي سيجارة حشيش كده؟ ولا ينفع إن أنت تعرف؟ أم ياسر. إيه رأيك في الوقفة دي؟ هاب كده؟ إيه ده؟ كده ملاكم يا قطاط عرسم ملاكم؟ ملاكم؟ طب اعمل ايه؟ لا عايزة حاجة فيها اغراء كده. اغراء؟ اغراء يعني. ايه اغراء دي؟ اغراء يعني باز كده سكسي. ايوه عرفت كده اللي هو طب اسلح لك كتفي؟ اسلح من هنا؟ لا لا كده ده كده اغراء. لا انا ما اقصدش، انا اقصد تنامي وتعملي باز كده اغراء سكسي يعني كده بنوتة. بوز؟ ايوه. ده ايه بوز؟ يعني البوز السكسي كده بتاع البنات الحلوين اللي هو البوز كده. النار يضحك على بعض. اه نام يلا تعالي. ها بصي دي وريني. ايه رايك في دي بقى؟ بصي كده اهو وكاني بفكر. ايه ده؟ لا لا كده اخراء. بصي دي سلمي. ايوه ايه رايك كده؟ ماشي بس هتثبتي ولا لا؟ اصبر كده حطي ده هنا. حطي. ايوه اثبتي بقى. طب كده؟ أعمل نفسي بقى إن أنا بفكر؟ أيوة بصي في حتة تانية خالص ما تبصيليش. من كده؟ أيوة. لا 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 بصي قدام 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 قدام. لا يا قطاطة نامي. إيه؟ نامي يا قطاطة نامي. أنام خالص؟ أيوة. لا لا أمال إيه؟ أيوة ارفعي راسك وبصي. هو أنا ممكن أسألك سؤال؟ نعم. أنت مقعداني هنا ليه؟ برسمك يا قطاطة. برسميلي؟ سلام ده انا ياما رسموني. بجد في رسامين رسموك يا قطاطة؟ ايوه الفنان ده محمود سبيداج. سبيداج؟ ايوه. ده رسام؟ لا نقاش. بنقاش قد الدنيا ما شاء الله. ده يطلع بصي ياخد العمارة محارة في يوم وليلة ويروح على البيت يكمل بياض فيا. طب ممكن تثبتي عشان انت بتتحركي كتير وانا مش عارفة ارسمك؟ انا بوز بس هو جسمي اللي بيتحرك لوحده. لا لا اثبتي وعايزاكي تعملي كده شو كان عارفه الشموخ والدلع تبقي كيوت تبقي بنوته كيوت. ليه صار كيوت دي؟ لا كيوت يعني بنوته رقيقه. ماشي اثبتي بقى يا قطاط. هتعملي لي طب اعملي رسميه زي تايتانيك. ايوه زي تايتانيك. عارفاها البت دي؟ عارفاها. تايتانيك كده يبقى جهوره اللي هي زرقاء. لا بس انت احلى عشان انت يا قطاط عندك كده ما شاء الله كيرفز في جسمك. عندي ايه؟ كيرفز يعني عندك مطبات يا قطاط، عندك مطبات في جسمك عايز ارسمها. طب ايه رايك بقى بصي؟ اعملك بقى ايه؟ عزينه. ماشي. حاضر عزينه. مين يا ابوي؟ بتعيطي ليه يا قطاطة؟ افتكرته. هو مين ده؟ الفنان محمود سبيداج. يا قطاطة زهقتيني، سيب الدبانة دي. ما انا لازم بموت الدبانة دي. خدي ما اجي اتكلم تروح داخلة بوقي. نزلي ايدك، نزلي ايدك، هضربك برصاص. انت هتضربني بالمسدس عشان الدبانة؟ جدو
دبانة ايه؟ انا فيليتي فيها دبان تلاقيه طالع من شعرك. ليه؟ خارج من شعري ليه؟ هربيه وابيعه؟ جدو من فضلك اطلع بره. ايه؟ اطلع بره. حاضر حاضر. شكرا. انا اسود ده شخصيته قدامك مفيش. اقعدي اقعدي. انا اسود. انت عارفه ان انت احلى حاجه في البيت ده؟ جدو. نعم. ارحميني لما تبصي كده. انت وصلني لحد فين؟ لحد ما الليمبي كان بيهرب. الليمبي مين؟ اللي كان بيدور على الكنز. كنز؟ ايه كنز دي؟ ايه قطعت مالك ما تركزي؟ حد كلمك يا لميس؟ جدو قلت لك اطلع بره. انا هروح. انا هطلع. شفتي ده غني؟ مضيق بس شخصيته عماله تنزل 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 لما بيحك في العرض. خذي. ها. خلاص ماشي؟ احنا وصلنا لحد فين؟ لحد ما الليمبي كان بيهرب. ها؟ الليمبي مين؟ قطاطا. كملي قطاطا. حاضر. بتحرك من مغربي. ماشي. بص يا ستي. ايه ده؟ لا تضحكي مني يا هبة. لا تضحكي مني يا هبة. لا خبيت امك يا زيتون. هو جاب الغدار كده ليه؟ وايه اللي اتقلب النهارده؟ انت مساعن يا سيدي، انت مساعن. سلام عليك. انت عم تمساعن. انت مساعن يا سيدي. مساعن مع السلامه عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي. حنيني. احنا كده بقى في مصر بقى ملوش لازمة تعمل غير. بقول لك والنبي احنا هنا مصر دي احنا كده في المريوتانيا شايف جاموس وبقر ومعيز وحاجات كده يعني. فاحنا اكيد في المريوتانيا يا اما في نصر الدين يا اما في ظبط اللبن. صح ولا ايه؟ انا مستاهل منك حالة. مستاهل منك حالة. ايه انت يا ابني ده؟ انا. انت بتكلمني انا؟ افندم يا مسياحكم. ايه؟ افندم يا مسياحكم انت. يا نهار اسود، انت ملبوس ولا ايه؟ بقول لك انا من مصر وعايز اعرف اروح ازاي للسيده زينب، يعني اركب ميكروباص منين؟ ولا اخد مترو الانفاق؟ لا خد القصر، القصر العين، امشي على طول هتاخد القصر، بعيد قوي. يا اما تركب حمار. تروح على حمار. يا جدع انت بتكلمني ولا بتكلم مين؟ بكلمك انت. ايوه ما انا بقول لك انا اروح السيده زينب ازاي؟ من قلب المترو ولا من قلب الميكروباص؟ اركب الحمار. انا على ابن حمار يا جدع ما بلاش اللي انت من حمار يا جدع انت من حمار وستين حمار والله حدب ايدي في زرك اطلع لك ولا اخيرك بره ايه يا عم الحاج انا بقول لك هروح السيده زي ده ازاي ما انا بقول لك يا جدع من حمار يا تاخد يا جدع اجري بقى بلاش غلاوه بقى يا والله انت بتقول على بك عليا ولا ايه بقول لك انا عايز اروح دلوقتي السيده زينب اروح ازاي خدي معاك على طول يا اخي انا ابو امي اللي عايز يجي يسالك بحاجه تاني بس احنا حاجة عرفتها ان احنا في مصر محرق في الدنيا محرق في الدنيا يعني في الله يا انا ربنا شايفك بقى انت بتقول ايه انت كنت بتشتم ولا بتدعي لي بس خلاص انا همشي انا بقى شاكرين قوي بلدينا حبيبي تسلم يا باشا حبيبي شاكرين قوي يلا انا مش عارف انت اللي بهرجت ويا افندم ويا ايه مش فاهم انا انت ايه ايه ده؟ مش فاهم انت ايه اللي بهرجت ويا افندم يا راجل راجل اللي انت تحت طب الراجل ده ايه كان موجود ولا مش موجود انا فهمتش حاجه منه خالص ده طلع اعمى في الاخر قعد من جنبي وبيجري